طب لما بنتكلم عن ساتوريشن بولس، ساتوريشن بولس دي معنى كده ان احنا بيسكلي بعد الايميديتلي افتر ار اف بولس كل حاجه، كل الماجنتايزيشن اللي كان في الزي بلين اللي كان موجود في الام نود دي كلها، دي كلها تنزل لي في الاكس واي، ويبقى معنى كده ان هي يعني كل السيجنال بتاعتي افيلبل، يبقى السيجنال بتاعتي تبقى عاليه جدا رايت افتر ار اف بولس. لما بحط بعد كده 90 ديجري تانية، الحقيقه يعني حطيت 90 ديجريز ايميديتلي افتر ذا اذر، لو حطيت واحده وبعد كده الثانيه بعديها على طول، انا اوريدي قلبت كل حاجه في الاكس واي بلين، بقى عندي دلوقتي الماجنتايزيشن في الزي دايركشن بزيرو. يبقى معنى كده حطيت سكند 90 ديجري بولس رايت افتر الاولانيه، يبقى معنى كده مش هيطلع لي سيجنال. ليه؟ لان انا ال 90 ديجري بولس الثانيه دي ما شافتش ماجنتايزيشن في الزي بلين عشان تعمل له فليبنج في الاكس واي. يبقى معنى كده بالتالي السيجنال اللي في 90 ديجريز دي مش هتبقى لها ايه، مش هتبقى لها اي امباكت خالص. اوكي، فدي اول حاجه. بعد كده وانا فرضا يعني لو استنيت شويه وبعد كده عملت فليبنج تاني، اوكي، يبقى انا كده سمحت بشويه تي 1 ريكفري. اوكي، فمعنى كده ان انا بتكلم على السيستم بتاعي ان هو بقى بارشلي ساتوريتد. بارشلي ساتوريتد معناها ايه؟ معناها في عندي جزء من الام نوت موجود في الاكس واي، بس في عندي لسه جزء موجود في الايه، في الزي بلين. لو انا سمحت بقى ان يحصل لي كومبليت ريكفري، يعني معنى كده خدت بقى تي ار بتاعتي كبيره بالنسبه لتي 1، يبقى معنى كده خلاص انا الكيرف بتاعي بقى بتاع التي 1 ريلاكسيشن هيوصل خلاص يساتوريت في الاخر خالص. يساتوريت معناه ان هو يوصل في الاخر للام نود. بسمي السيستم بتاعي في الحاله دي ان هو انساتوريتد اور فولي ماجنتايز. انساتوريتد معناه ان هو يعني كل الماجنتايزيشن بتاعي افيلبل ان انا استعمله، او فولي ماجنتايز معناه ان هو الماجنتايزيشن بتاعي بقى الفول ماجنتايزيشن ام نود بتاعي اللي هو الكامل بتاع النت ماجنتايزيشن بتاعي. لو انا استعملت لونجيتودينال ماجنتايزيشن يعني بارشلي فليبت، بارشلي فليبت معناها ايه؟ معناها انا دلوقتي بدل ما استعمل فليب انجل 90 درجه استعملت فليب انجل صغيره، بارشل ساتوريشن فليب انجل. اوكي، يعني انجل اقل من 90 درجه. الحقيقه دي تبقى فيها ميزه لطيفه جدا، ان انا لو عملت مثلا سي مثلا انجل مثلا خدت نص الماجنتايزيشن حطيته في الاكس واي وخليت نص الماجنتايزيشن موجود في الزي، يبقى معنى كده انا ممكن استعمل الماجنتايزيشن موجود في الزي دوت عشان اعمل بعد كده بيه يعني ايمج ثانيه بعديها فتره قصيره، مش محتاج ان انا استنى لغايه لما يحصل ريكفري. اوكي، لو انا عملت بارشل فليب كل مره بعمل البارشل فليب باخد جزء من الماجنتايزيشن موجود في الزي دايركشن استعمله في الاكس واي اعمل بيه ايمجنج، ويفضل لي لسه جزء موجود في الزي بلين او في الزي دايركشن اقدر بعد كده اصور بيه بعد فتره قصيره. فالحقيقه الموضوع ده بيبقى لطيف جدا ان انا اقدر اعمل بيه فاست ايمجنج. اوكي، وفي الحاله دي بتكلم على السبينز بتاعتي ان هي بارشلي ساتوريتد. بارشل ساتوريتد علشان انا يعني عامه لما بعمل الفليب انجل بتاعتي باخد بارشل يعني بارشل يعني يعني جزء صغير من الام نوت احطه في الاكس واي ويبقى ستيل عندي جزء ما هوش ساتوريتد. عشان كده الجزء اللي هو حصل له ساتوريشن او نزلته في الاكس واي بلين ده جزء يعتبر بارشل ما هوش كل الام نوت.